أهلا فيكم، برج الثور في قناتي. راح نشوف توقعاتك العاطفية أو من وقت مشاهدتك للفيديو. طبعا مثل دائما القراءة عامة، وأيضا طاقة القراءة مفتوحة، يعني ممكن طاقة هالقراءة تنطبق عليك فترة أطول من أسبوعين. والقراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع، ولكن ممكن يكون في اشي بالقراءة يفيدك، فخذ انت فقط الايجابي من القراءة واترك الاشياء اللي بتحسها سلبية او بتحسها ما بتخدمك او مش منطبقة عليك، لانه ممكن تكون الرسالة موجهة الى شخص اخر. رح نبلش بطاقتك أول، ورح نشوف طاقة الحبيب أيضا، وشو ممكن واحدة من أسباب الخلافات بينكم. خطواتك بالمستقبل وخطوات الحبيب أيضا بالمستقبل، وشو مصير العلاقة بينكم بالمستقبل. طيب راح نبلش أول بطاقتك أنت يا برج الحمل، أو يا برج الثور عفوا. كنت الفيديو اللي قبلها كنت عم ساوي برج الحمل. طاقتك يا برج الثور، عم شوف إنه حاليا متفائل أكتر بوضعك مع هالشخص، أو متفائل أكتر بوضعك بالحياة العامة بشكل عام. عم شوفك عم تاخد وقت من أجل إنك ترتاح، أو عم تاخد وقت من أجل إنك توجد فترة نقاهة. ممكن أيضا يكون في حدا أو في شخص بحياتك عم تفكر فيه كتير، شخص بعيد عنك، وممكن تحس إنه نظرتك تجاه الشخص هي نظرة إيجابية، ولكن عم شوف انت محتار بين انك تقدم او تتقرب من هالشخص، وبين من انك تاخذ موقف صارم تجاه هالشخص. ممكن البعض منكم مش عم تحكوا مع بعض، ف في بعض مواليد برج الثور مش حاب انك انت تقوم بالخطوة الاولى مع هالشخص، لأنه بعقلك الباطني لسه في أشياء أنت مشوش فيها تجاه الشخص، وممكن تكون أيضا محتار ومشوش. البعض منكم عم يفكر أو عم يحاول يختار بين أنه يفوت بعلاقة وبين أنه يضل سينجل أو يضل عازب، لأنه عم شوف عم تطمح أو عم تحلم بشخص، عم تتمنى إنك تكون مع شخص، ولكن بنفس الوقت في شيء بحياتك أو بشخصيتك حاليا بقراراتك عم يمنعك من إنه تقوم أنت بالخطوة الأولى تجاه الشخص أو تتقرب من هالشخص، أو إذا أنتوا منفصلين مش عم تحكوا مع بعض. ما عم شوف انه انت عم تفكر تقوم بالخطوة الاولى تجاه الشخص، عم شوفك يعني ممكن عم تستنى لشخص، او ممكن فقط عم تحاول، او هالشخص عم يعيش في مخيلتك فقط بالوقت الحالي بالطاقة الحالية. بالنسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك حاليا، عم شوف انه هو هالشخص عم يحس حاليا طاقتك انت افضل من طاقته، لانه عم يحس بفراغ، فراغ عاطفي بجواته هالشخص. ممكن عم يحس انه خسر علاقة او خسر صديق او خسر اشي كان فيه الكثير من الاستمرارية والكثير من الأمان
والاستمرارية فيه أيضا، لأنه عم شوفه هالشخص بحس وكأنه لازم يكون في عنده شخصية معينة، أو لازم يكون أيضا عم يحاول إنه يحارب مشاعره أو ما يمشي أو ما ياخد قرارات فيها. ولكن يعني بالصورة الأكبر عم شوف إنه هو أيضا ممكن يكون عم يركز على تفاصيل صغيرة بهالعلاقة، أو فيك أنت عم يركز على أشياء ممكن تكون مش مهمة للصورة الأكبر، عم يركز على تفاصيل ممكن تكون غير مهمة. أيضا عم شوفه إنه عم يحس إنه عم يمر بنوع من الخسارة هالشخص بصراحة، عم يحس إنه خسر صديق، عم يحس إنه خسر تفاهم، عم يحس إنه خسر فرصة أو opportunity إنه هالعلاقة تتطور بينكم إلى إشي في استمرارية وفي ارتباط جدي بالآخر. ممكن أيضا حاليا تكون تصرفات هالشخص متقلبة كتير أو متغيرة كتير، يعني ممكن يكون عم يختار اشي او عم يساوي اشي، شخصيته ممكن تكون متقلبة، ممكن يكون مزاجه متقلب. طيب خلينا نشوف شو ممكن يكون واحدة من اسباب الخلافات بينكم، او واحدة من اسباب المشاكل بينكم اللي عم تواجهوها. في شخص مركز اكتر على الجانب العاطفي للعلاقة، عم يبحث عن علاقة كاملة متكاملة، وفي شخص عم شوفه مركز أكتر على الجانب المادي، عم يركض وراء طريق النجاح. فممكن يكون ما عم شوف أطراف أخرى بالعلاقة، ولكن عم شوف إنه في حد عم يفكر بالأمور بشكل عاطفي أكبر من الشخص الآخر. فممكن يصير بينكم حساسية زايدة بينك وبين هالشخص، يعني في شخص عم يحلل الأمور بصورة منطقية أكتر، وفي شخص عم يحس ويحلل الأمور بطريقة عاطفية أكتر. برغم وفي شخص أيضا عم يحس إنه معتمد أكتر على الشخص الآخر، وبالأصح ممكن يكون هالطرف اللي عم يفكر بطريقة عاطفية أكتر، لأنه عم يحس إنه الرابطة الروحانية قوية. عم شوف إنه في حدا، ممكن في طرف عم يحاول يضغط على الطرف الآخر من الناحية العاطفية. عم شوف إنه في شخص أو في طرف، أنت أو الطرف الآخر، بده الأمور تتحرك أسرع بينك وبينه، لأنه بيحس إنه الرابطة الروحانية بينكم قوية، فعم يحاول بشتى الطرق إنه يخلي الأمور بالعلاقة تتحرك بصورة أو بشكل أسرع. وفي شخص بده الأمور تمشي ببساطة، أو بده الأمور تمشي بهدوء خطوة بخطوة. فعم شوف إنه في طرف معتمد على الطرف الآخر كتير من الناحية العاطفية، وممكن تحس إنه هو شخص عاطفي كتير، بيفكر بعاطفته كتير، بيتحسس من أي إشي، من أي كلمة، من أي إشي بتساويه مع هالشخص. وممكن يكون العكس، ممكن يكون أنت هالطرف، ولكن في طرف هون عاطفي بزيادة أكثر من الطرف الآخر. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، عم شوف برج الثور بالمستقبل، عم تحس بنوع من الحزن، ممكن تكون رح تحس بنوع من الاشتياق تجاه الشخص، ولكن البعض منكم بيعرف انه
الأساسات اللي هي مهزوزة بالعلاقة، أو إذا العلاقة مبنية على أساسات غلط أو أساسات مش صحيحة أو ما فيها ثقة. عم شوف إنه أغلبيتكم عم يتقبل فكرة حتى إذا ما كان معها الشخص، أو حتى إذا فشلت العلاقة مع هالشخص، عم يطمح إلى بداية جديدة، ممكن يكون مع هالشخص أو ممكن حتى مع شخص آخر. ولكن عم شوف إنه أنت بالمستقبل متقبل الوضع أكثر، يعني رح تمر بفترة من الحزن، ولكن عم شوفك تطلع منها بسرعة أو تتقبل الأمور بسرعة، أو في عندك إيجابية، في عندك حماس، وعندك نية إنه تتقدم وتكون فرصة أخرى، أو بدك بداية جديدة أيضاً. عم شوف أيضا بالمستقبل برج الثور في عندك بداية جديدة مع شخص، ممكن يكون بمثابة صديق بالنسبة لإلك، أو بداية تواصلكم مع هالشخص، لأنه عم شوف في تواصل مع شخص بحياتك، في دورة أو سايكل بحياتك راح تنتهي، وفي بداية جديدة راح تصير عندك. ف ممكن يكون أنت عم تحاول تتخلص من أشياء قديمة بحياتك أو أشخاص قديمين بحياتك من أجل أنك تبدأ مع شخص جديد، ولكن عم شوف أنه البداية الجديدة مع هالشخص كائن من يكون بحياتك رح تبدأ كأصدقاء أول، أو رح تكون علاقة تطورها بطيء شوي. عم شوفك أيضا أنت بدك يا هيك، بدك تكون حذرة العلاقة، أو بدك تتمهل يعني باختيار القرارات. بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل، عم شوف إنه هالشخص عم يحاول يستشفي، عم يحس بخسارة عاطفية كبيرة. هالشخص عم يحس إنه انهزم بإشي معين، عم يحس بدفيت. في حقيقة رح تظهر بالمستقبل، أو في اعتراف رح يظهر بالمستقبل اللي رح يخلي هالشخص يحس إنه انهزم عاطفيا، أو يحس إنه كل اللي اشتغل عليه بهالعلاقة أو معك فشل وأساساته انهدت. عم شوفه بالمستقبل بيركز أكتر على إنه يستشفي، لأنه لسبب ما هالشخص مش قادر يطلع خيالك من طاقته أو من حواليه. يعني بيومياته باليوم دائما صورتك أو مخيلتك دائما بترافق الشخص مطرح ما بيروح، فهو الصورة العلنية أو كيف عم يظهر لإلك هالشخص، عم يحاول إنه يظهر بطاقة إيجابية، وعم يحاول يظهر إنه عم يعني عم يتقدم، وإنه متعافي، وإنه مستشفي، ومش عم يأثر في الموضوع. ولكن بالعقل الباطني هالشخص عم يحس بهزيمة، عم يحس بخسارة. بالنسبة لمصير العلاقة بينكم أو مستقبل العلاقة بينكم، عم شوف إنه في نوع من العدالة رح يظهر بينكم، لأنه في عندكم justice with the hierophant، في شيء روحاني بينكم رح يصير اللي رح يظهر نوع من العدالة، وفي عم شوف انتصار هون أيضا. طاقة هالشخص، الطاقة الحالية وخطواته بالمستقبل، انت طاقتك أفضل، عم شوف انه انت عم تتقدم أسرع،
وعم تتقبل الأمور أسرع. بالنسبة للشخص اللي عم تتعامل معه مش عم يتقبل الأمور أسرع، عم شوفه عم يحس يعني الطاقة المحيطة فيه، الطاقة الخفية المحيطة بالطرف اللي عم تتعامل معه أكثر سلبية منك، متأثر الانفصال لو أنتم منفصلين مؤثر بها الشخص أكثر من ما هو مؤثر فيك. فعم شوف ولكن بالمستقبل في نوع من الهيلينج رح يصير بينكم، أو في نوع من الشفاء رح يصير بينكم. عم شوف إنه بالمستقبل نظرتكم للأمور رح تكون روحانية أكتر، أو طريقة حكمكم على الأمور رح تكون روحانية أكتر، لأنه في طرف عم يحاول إنه يجذب أو يستخدم الطاقة الروحانية اللي عنده لحتى يحقق نوع من النصر، لأنه في هون شخصين، في هون طرفين عم يطمحوا بعائلة متكاملة، وبدهم يكونوا، أو في طرف هون بده يكون أو بده ينتصر بهالعلاقة، والنصر بالنسبة له هو إنه يكون في بينكم علاقة. عم شوف لأنه أيضا في شخص عم يحس إنه مظلوم، في طرف ممكن يحس إنه انحكم على أمره، أو في شخص أو الطرف الآخر حكم عليه أو حكم على هالعلاقة أو ما أعطاها فرصة. ولكن عم شوف بالمستقبل في حقيقة رح تظهر هون، ممكن تكون أنت اللي تركت هالشخص أو اللي عم تحاول تبعد هالشخص عنك بسبب اشياء انت ممكن تكون سمعتها عن هالشخص او اكتشفتها عن هالشخص. ولكن عم شوف انه مش الجميع اللي سمعته او اللي بتفكر فيه حاليا هو صح، لانه في حقيقة رح تظهر هون، في نوع من الجستس رح يظهر هون. فممكن يكون في طرف منكم ظالم الطرف الاخر أو أصدر حكم قاسي على الطرف الآخر. بالنسبة لكروت النصيحة، كيف ممكن تستفيد منها؟ هنشوف إنه الوضع رح يتطلب منك قوة داخلية لحتى تتصرف معه وتتعامل معه. ممكن البعض منكم عم يحس انه ما عنده رأي او ما عنده حكم انه ممكن يغير مجرى الامور بهالعلاقة، او عم يحس انه خارج نطاق قدرته، عم يحس انه مش عم يقدر يغير الامور، انه في سبب ليش الامور عم تمشي بالطريقة اللي عم تمشي فيها. ولكن الوضع رح يتطلب منك قوة داخلية، رح يتطلب منك أيضا تتمعن وترتاح بأنه أنت فقط عليك أنك تساوي اللي المفروض عليك تساوي، يعني تحط ما عندك وتترك الباقي للكون لله لحتى يشتغلوا فيه، لأنه عم شوف إنه أنت الأفضل إنك فقط يعني تحاول إنك من جهتك، من ناحيتك إنك تكون متوازن قدر الإمكان مع هالشخص ومع هالعلاقة. وإذا بدك تتواصل مع هالشخص أيضا أو بدك تحكي معه، ممكن في تقبل كبير رح يصير تجاه الشخص. وإذا هالشخص أيضا رح يحكي معك بالمستقبل، عم شوف إنه أنت في تقبل منك أيضا أكتر، لأنه عم شوف إنه بالمستقبل طاقتكم الاثنين روحانية أكتر، فجميع المشاعر اللي هي غضب واللي هي زعل واللي هي حزن، عم شوف إنه أنتوا حاليا
بيطور انكم تحلوها، والمفروض انه يكون في فترة بعد لحتى هو يعرف يحل، هالطرف يعرف يحل مشاكله الداخلية وانت تعرف تحل مشاكلك الداخلية، من اجل انه لما يصير في تواصل بينكم بالمستقبل الطاقة تكون اتصفت او صار في تنظيف للشاكرات اللي عندك. اوكي حبايبي برج الثور، أتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم.